السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بيت دعاء وفقرتنا المفتوحة اللي هنستقبل فيها أسئلتكم مع ضيفنا الشيخ أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك يا شيخ. الله يخليك يا رب، يحفظك ويكرمك ويسترك يا رب. دعينا بقى بالستر والصحة والعافية والرزق. يلا يا شيخ أحمد، اللهم صل وسلم على سيدنا والفردوس الأعلى يا رب. طيب حاضر. ما تنساش العمرة والحج. يا رب اطلع تاني. مش أنا قلت لك الواحد بيروح مشتاق يرجع مشتاق أكتر. اللهم طيب صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تسترنا في الدنيا والآخرة. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم يا ربنا أنزل علينا جميع الهداية من عندك. اللهم أنزل علينا الهداية من عندك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا ربنا اسلل سخيمة قلوبنا. اللهم اسلل سخيمة قلوبنا. اللهم إنا نسألك لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وعلمائنا وأحبابنا رضاك والجنة، ونعوذ بك اللهم لنا ولهم من سخطك والنار. اللهم يا ربنا ارزقنا حج بيتك الحرام عاما بعد عام. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام عاما بعد عام. اللهم يا ربنا أسبل الستر على بيوتنا، أسبل الستر على بيوتنا. اللهم يا ربنا، اللهم ارزقنا الغنى، اللهم ارزقنا الهدى، اللهم ارزقنا العفاف والغنى. اللهم يا ربنا اجعل بلادنا واحة للأمن والأمان. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والبلاء وسائر بلاد المسلمين. نسأل الله عظيم المنة أن يجعل بلادنا آمنة مطمئنة، والحمد لله ختاما وابتدا، ثم الصلاة والسلام سرمدا على ختام الأنبياء أجمعين وآله وصحبه والتابعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله، ما تقبل يا رب يا رب. نبدأ وناخد تليفونات حلقتنا النهاردة. أول تليفون معنا مين؟ أمل، أهلا يا أمل. أيوة حبيبتي اتفضلي. ممكن أسأل الشيخ أحمد سؤال معلش؟ اتفضلي يا فندم تحت أمرك. بص حضرتك، أنا بقالي 10 سنين متجوزة، ويعني كويس أنا وجودي مع بعض، اداني كتير ماشي قليل ماشي، والدنيا ماشية الحمد لله. الحمد لله. المهم هو معايا 5 اخوات كلهم متجوزين، انا داخله عليهم ان هو خطبني من قبل ما يتجوز 3 منهم. المهم جوزهم لانه والده متوفي، فحضرتك جوزهم وكده كل شويه مشكله بفلوس، كل مشاكلهم بفلوس ومبالغ ومفيش اللي هو اصلا. المهم بقول له ماشي، ما بعترضش على اي حاجه وما بتدخلش اصلا اذا كان يسد او ما يسدش، هو حر يعني. بس انا كنت بحوش من مصروفي اللي هو بيدوني، فضلت اخش جمعيات صغيره بجمعيات صغيره. المهم عملت مبلغ، جبت بيه غوايش ذهب. فالمهم جت اخته وعملت مشكله، هي مضت لواحده يعني على شيك، والشيك دوت تاخد 10,000 في ايديها ترجعه 15. طبعا احنا ما نعرفش حاجه. المهم هي ما سددتش المبلغ وحصل مشكله كبيره، وبعتت الناس، ابتدوا الناس يسالوا فين اخوها. المهم بعتت اخوها الناس على الشغل،
فجوزي جه قال لي انا اختي عملت كذا كذا ومعلش اقفي جنبي وانت تقفي جنب انا وبيع الذهب ونسدهم وسديهم معلش وانا هديهم لك. المهم اختارت له انا هديهم لك بعد 10 ايام بالظبط هدي لك المبلغ اللي انت تدفعيه لي 10,000 جنيه. فانا دفعت حضرتك سامعني؟ ايوه يا فندم سامعك اتفضلي. فانا قلت له طيب خلاص قال لي معلش عشان انا ما اتفادحش ومش ما اتفادحش عشان خاطر انا وكده رحت. المهم رحت قلعت ذهبي بعد ما جبته ب 10 ايام انا محوشه من مصروفي انا وما ادانيش حاجه اجيب بيها ذهب. يعني انا من مصروف البيت بقيت ادبق وكده وعملت مبلغ وجبت بيه قلت لا ياجي انا معايا عيلين ولد وبنت. المهم بعد ما جبت وكده راح قال لي بيعيه رحت بعت بعت خاتم وغوشه وحلق الكلام ده من 5 سنين وقالت لي انا هديهم لك وفي رقبتي وانا هديهم لك. هو قال لي معلش انا هي هترجعهم تاني. بعد ما خلصت لها مشوارها خلاص على كده كان ناس كتير جدا طالبه منها فلوس بيشتريت الست دي بس لا كان عليها مبالغ جامده. المهم انا قلت انا هصبر مش هفضل عامل زي الغريب وهفضل اطلب منها المبلغ بتاعي انا هصبر لما تخلص اللي عليها واطلبه. وفعلا ده حصل فتح عليها من 5 سنين. من يومين كده بقول لجوزي انا يعني هنطلب انا عايزه اطلب فلوسي من اختك وكده هي خلصت اللي عليها وانا عايزه اطلب الفلوس لعيالي وبيتي مزنوق وعليا اجار. راح قال لي فلوس ايه؟ قلت له فلوس اللي انا مديها لها. راح قال لي لا الفلوس دي ماتت. قلت له ماتت ازاي؟ ليه ماتت؟ انا محوشاهم من مصروفي محوشه حاجه في حاجه انا ما جوش بالساهل. طب حتى اجيبهم لبيتي انا معايا عيل واد وبنت يعني اعمل اي حاجه. راح قال لي لا لا انا بقول لك ماتوا ما تطلبهمش. قلت له طيب ايوه ما تطلبهمش بناء عن ايه؟ طب ايه اللي موتهم؟ هي قالت لك مش هديهم لها؟ قال لي لا ما تقدرش تقول كده. قلت له طب خلاص انا هطلبهم منها مني ليها. حتى والدتك قالت لي انا هديك اللي خسرتيه فيهم من شخصنا 1800 جنيه انا هديهم. راح قال لي لا الفلوس دي ماتت وما تطلبهاش تاني وبعدين مش ما اشتغلتيش وجبتيهم. في الاول وفي الاخر فلوسي. فانا طبعا زعلت. طبعا كنت اروح بيت اهلي وما رضيتش قلت مش هعمل اكبر المشكله. وهو طبعا زعل واتقمص ان هو اصلا ليه حق يعني وان دي اصلا مش فلوسي. انا عايز اعرف دلوقتي هي دي فعلا فلوسي ولا فلوسه؟ هو لما اداك الفلوس اللي جبت الغوايش الدهب هو كان عارف صح؟ لا ما كانش عارف. انا كنت بحوش من مصروفي انا ان هو بيديني المصروف انا بقى اخش جمعيه احوش اشيل قرش في قرش لحد ما عملتهم. بعد ما عملتهم انا قلت له صارحته قلت له بص انا عملت دول. راح قال لي عملتيهم منين؟ قلت له من مصروفي. هو بيدي والدته برضك مصروف هو اللي معيشها. فانا بقول له امك قبليه قبل اي حاجه بيعدي على امه الاول يديها مصروفها وبعد كده يجي يديني. ايوه بعد ما قال ما بعد ما قلت له قال لك ايه لما قلت له انا جبت الحاجات دي من مصروفي؟ ما قال لي حوشت منين؟ قلت له حوشت من المصروف. بالمناسبه بس يعني ايه مصروفي؟ بس انا مش فاهم يعني ايه مصروفي. هل هو بيديك مصروف فلوس؟ البيت؟ لا ما بيدينيش مصروف ليا خالص ولا عمره قال لي مصروف البيت دول ليكي. او مصروف بيت مصروف البيت يعني بيديني مصروف البيت يقول لي ماشي بيت ما بيسالنيش بقى فاض ما فاضش او رجعي لي الباقي. لا عمره ما قال لي كده بصراحه. انا بمشي لا البيت. بعد ما اشتريت الذهب هو اقر بذلك يعني ولا لا؟ ايوه ده هو لما خد مني الذهب قعد يقول لي معلش انت بتقفي جنبي وانا هرجع لك الذهب. لا انا ما بتكلمش في كده بتكلم لما انت اشتريت الذهب هو قال لي خلاص ده خلاص انا مسامح والفلوس دي خلاص الدهب ده بتاعك قال لي كده؟ لا ما قاليش الجمله دي خالص. مش شرط الجمله يعني. لا ما يعني قال لك ماشي يعني قال لك ماشي ولا زعق لك؟ عادي. لا ما حصلش لا اي حاجه بالعكس ده فرح وقال لي كويس ان انت عملتي القرش دوت كويس انك عملتي القرش ماشي وقال لك ماشي يعني وخلاص. نعم قال لك ماشي يعني. قال لي لا ما اعترضش ولا زعل ولا اي حاجه عادي يعني وفرح قال لي ماشي تبسيهم كده. بس بعد 10 ايام ابتدى اي مشكله من هنا بقى ابتدت اي مشكله تحصل عندهم انا بتحمل حقها. يعني ما يبقاش يحاول يتصرف في اي حاجه ياخد مني يتكسر يقول لي بيعي. ياخد منك ايه بقى؟ ياخد منك ياخد مني الذهب. الشهر اللي خده كله انا كنت جايبه 3 غوايش 3 خواتم الذهب الذهب كنت جايبه ذهب ب 25,000 جنيه ايوه اللي هو المصروف البيت. من اخدهم كلهم بقى. انا بقالي 10 سنين بحوش مش من يوم. اخدهم كلهم خلاص كلهم ما بقاش عندك حاجه خالص لدرجه بقى يستلف عشان الديون اللي بتاعت اخته ورجع يقول لي مش معاكي ذهب بقى انا مديون وانت لسه ذهب اقلعي بقيت اقلع عشان ما اعملش مشاكل او ما اسيبش البيت بقيت اقلع وابيع. معلش يعني هم اخواته دول مش متجوزين؟ كلهم متجوزين ومحدش من جوازهم بيقف معاهم؟ لا بيقول هي واحده اللي بتعمل معظم المشاكل من واحده بس وجوزها يعني ما شاء الله عليه عنده 3 عربيات وعنده بيت ملك بس بقال لها اي مشكله بفلوس هطلقك لان انت مش مدخله حاجه على بيتي فانا مش ملزم ان انا اسد ديونك. فعشان ما تتطلقش اخوها بيشيل ديونها وعشان يشيل ديونها ومحوش فبيضطر يجي عليا انا. لا حول ولا قوه الا بالله. طيب انت في النهايه يعني وصلت ليه؟ اصل انا في النهايه وصلت ان اخواته لما رحت وكده وبكلمهم بقول لها يعني انا الفلوس دي هترجع لي امتى؟ قالت لي هو انت كل فتره تجيبي سيرتهم؟ ما خلاص في الاول وفي الاخر فلوس اخونا وخدنيها انت ما اشتغلتيش وجبتيهم انت ما تعبتيش في حاجه. كل واحد بقى يقعد يقول لك الكلمتين دول. هما طبعا قولي الكلمتين دول الاول. انا طبعا عيطت وزعلت جدا لان انا وقفت جنبكم مش ذنبي. طبعا جيت قلت لجوزي جوزي قال لي لا ما انا هكلمهم وهزعق معاهم على الكلمتين دول. اتضح لي ان هو كمان بيقولهم لي ان هو نفسه اللي بقى بيقولهم لك.
هو انا حاليا بيقولهم لي، بيقول لي انت معلش وانت خلاص طالعه من ساعتها مش عارفه تحوشي حاجه تاني. والله فعلا الحقيقي مش عارفه اعمل اي حاجه تاني. هو فين الذهب بتاعك اللي انت اتجوزت بيه؟ خدوا مني بعدها بشهرين، كان والده توفى وعليه مبلغ، فقال لي كده بابا ابويا بيتعذب ومش بيتعذب، انا معلش استاذنك ان انا اخده منك. فاكره كم مني. فاكره كم جرام؟ لا هم كانوا دبله مرحص وخاتم وسلسله، مش فاكره بقى كم جرام. لا ما يعني اكيد فاكره، ازاي مش فاكره كم جرام؟ والله العظيم حاليا اقسم بالله فعلا ما فاكره، بس هم يقولوا يجي 10 جرام يعني ولا حاجه، مش حقك ال 10 جرام دول تاخديهم منه تاني، شوفي كم جرام وده حقك اللي انت تطالبي بيهم وتقول له انا مش هسامحك على الذهب بتاعي اللي انت خدته. انا حاليا عايز تطلع من بوقي كلمه انا مش مسامحك على ان انت موتت فلوسي، بيقول لي مش فلوسك، انا عايز اعرف فعلا مش فلوسي. هي مش فلوسك فعلا، هي فلوسه، هي في الحقيقه هي فلوسه، لان هو بيديكي مصروف البيت فانت بتخنصري من مصروف البيت، فهي في النهايه فلوسه صراحة. لكن انت حضرتك لا ما هم ما ينفعش ان في ست تاخد كده من ورا جوزها. لكن مش من وراه، مش من وراه والله، لا اله الا الله. ايوه في الاخر يعني دي فلوس مرة البيت. هو مين يعني هيديني؟ انا سالتك سؤال، هل هو قال لك الذهب ده خلاص اصبح ملكا لك هو مين ليكي؟ قال لك الكلمتين دول؟ لا لا ما بس خلاص، هي فلوس البيت، هي فلوسه. بس احنا بنبقى بنيجي نطالب بقى نعمل ايه؟ تخوفيه قول له الذهب اللي انت خدته مني قبل كده ده حق انا بقى مش حقك انت، بعد اذنك انا عاوز الذهب بتاعي. طب انا والله فكيته ب 10000. لا انا ما ليش علاقه بال 10000، انا ليا علاقه اللي هم كانوا كذا هاتهم لي ده جرامات يعني. طب انا حاليا كنت اعمل حاجه، هو كان هيخش لي جمعيه بالمبلغ دوت ان انا اخده، بس انا اتنيت ان انا اخده ما ادهلوش، ده حرام عليا ولا حلال؟ ما ينفعش انت تخنصري من فلوس البيت ادام. لا مش خنصر، هو اللي هيدفع، هو يعني هو عارف بالجمعيه، هو اللي هيدفعها بره بره البيت خالص. ماشي، وهو بعد كده لما يجي ساعه قبض الجمعيه مين قال لك ان هو هيسيب لك الفلوس يعني؟ لا ما انا ما انا بقول له بقى انا هقبضها، يعني انا هقبضها واقول له انا قبضتها. ماشي قولي له لو وافق خلاص، ما وافقش خلاص. لا شوفي عشان بس نكون في البدايه كده، يعني حاجه زي دي بالاتفاق بتقول لك هو داخل جمعيه، هو يعني داخل ده هو هيدفع خلاص، هو يدفع من الاول، هي عايزه تدخله جمعيه هو يدفع وتقول له طب اديني بقى الفلوس دي بالاتفاق، الحاجات دي بالاتفاق. اه طيب لو انت قدرتي تعملي الكلام ده لو قدرت شطره، بس هو مش هيرضى. مش هيرضى، ما انا هو بيجي وبكرمه حلو بيقول لي ماشي وبيشجعني، بس لما ساعه القبض بيحصل يعني مامي يطلع لي اي حاجه بالفلوس دي. يا سيدتي الكريمه ممكن اطلب من حضرتك طلب؟ قولي له بعد اذن حضرتك اعمل لي مصروف شهري كل شهر ليا انا، ماليش علاقه بالبيت، يبقى ملكي انا بس وخلاص، تروحي بقى تتصرفي بيه، تدخلي جمعيه، تشتري اللي انت عاوزاه، اعملي اللي انت عاوزاه خلاص. بس يعني لكن الامور زي كده طبعا هو يعني برضو أنا يعني من باب الوم على الزوج. انت يعني قصدي يعني ناخد موقف على الزوج، بس انا مش عارفه الكلمه من باب الايه، من باب الاحسان ولا من باب الايه، ان هو ما يجيش برضو على مراته كده. ايوه ما انا ده اللي انا هقوله بقى عليه بقى، ان هو ما ينفعش، ان الحياه مش كده. ان هو يعني هو انت اشتغلت يعني وجبتي يا اخي، حتى من باب اكرام المراه بالظبط يعني بقى حاضر والله انت بتصرف على امك واخواتك ربنا يكرمك. طب مراتك يعني بقى من باب اكرام المراه ان هي حتى اقول لها والله عشان جدعنتك دي وانت حوشتي وبتاع وان كان من ورايا بس مش مشكله، بس والله عشان كده انا هجيب لك حاجه هديه ان شاء الله ربنا يكرمني وانا هجيب لك يعني، حتى بتقول من عشان باب الخاطر يعني، حتى من باب جبر الخاطر يعني، زي ما بيقولوا كده الملف السعد. شيخ احمد نعم، هنطلع فاصل وبعدين انت مكمل معانا حلقتنا فقره الخير بعد الفاصل. وصلنا معكم مشاهدينا لفقرتنا اليومية الخيرية برعاية مؤسسة فذكر. تعالوا نبدأ كده الفقرة ونشوف أول تقرير خير ومؤسسة فذكر، ونرجع طبعا نكمل كلامنا وحلقتنا مع الشيخ أحمد المالكي مرة تانية. والله ما بيتقبله 3 سنين ما بيدخلش قرش، تعبانين تعبانين. في وسط زحمة ومشاغل الحياة الدنيا بتاخدنا، فنبتدي نحسبها دنيا بس. ربنا عز وجل حذرنا من ده في القرآن الكريم وقال لنا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الإنسان اللي يتغر بدنيته وينسى آخرته فايته كتير قوي، محتاجين نفوق من تاني ونحسبها دنيا وآخرة، ونقدم أعمال خير كتير لآخرتنا. مشوار خير جديد مع مؤسسة فذكر، توكلنا على الله.
ازي حضرتك، اخبارك ايه؟ لا والله الحمد لله. قولي لي انت عندك كام ولد وكام بنت؟ عندي ستة. ست؟ ثلاث بنات وثلاث صبيان. ثلاث ولاد وثلاث بنات. طب والحاج محمد ماله؟ تعبان ماله؟ تعبان بدري، مخه اعصاب. مخه اعصاب. طب بيشتغل بقى ولا طبعا مش قادر يشتغل؟ والله ما بيشتغل، بقاله ثلاث سنين ما دخلش قرش. اه، وانا اللي بجري. بتشتغلي يعني؟ بتحاولي تشتغلي ولا بتعملي انا إيه؟ بعمل اي حاجه. انتوا عايشين هنا انت وهو والاولاد؟ أيوة، ايوه كلهم في ربع ايرات. طيب احكي لي كده، يومكم بيعدي ازاي؟ امور بيتكم ماشيه ازاي؟ المصاريف الكلام ده كله؟ والله اهل الخير بردك بقى في معانا، بس ما فيش عليها ديون كتيره وما فيش. طب واموركم المعيشيه؟ كاكل، كشرب، كعلاج، كلبس؟ والله العظيم تعبانين، العلاج مش عارفه اجيبه بقالي كام، بقالي اسبوع. طب بيحتاج علاج تقريبا بكام كل شهر؟ على حسب، مش عارفه، ممكن 700 في 300 على حسب ما الدكتور ما هو بيكتب. انا اولا عايز اشكرك ان انت ما شاء الله يعني ست مصريه اصيله، يعني في الظروف دي واقفه وبتسند جوزها وبتسند اولادها وبيتها، وكل ثقه برضو ان شاء الله باذن الله كلنا مع بعض نقدر نقف جنبها ونسعدها ونساعدها ونشوف هي محتاجه ايه. يمكن تكون الحاجات يعني مش صعبه قوي، ان شاء الله تكون بسيطه علينا كلنا، ونتعاون مع بعض مع مؤسسه فذكر. احنا وصلنا حضراتكم بالحاله والباقي ان شاء الله على حضراتكم، وباذن الله الخير موجود وكلنا ان شاء الله مع بعض هنقدر نساعد ومش هنسيب حد محتاج. شفنا طبعا التقرير والحالات زي ما دايما بقول بتتكلم عن نفسها. الاول عايزه افكركم ان ارقام التليفون اللي نازله على الشاشه دي ارقام تليفون مؤسسه فذكر، مش ارقام تليفون البرنامج. ففقره الخير بتنزل على الشاشه طول الوقت ارقام تليفون مؤسسه فذكر، اللي عايز يتواصل معاهم يشوف الحالات اللي بنعرضها، الانشطه المختلفه اللي هم بيعملوها في المؤسسه. عندهم طبعا تسقيف البيوت واعاده بناء البيوت مره ثانيه، عندهم مواصلات الميه اللي بالعداد، ابار الميه، القوافل العلاجيه، حملات الشتاء اللي هي البطاطين، حملات الاطعام طول السنه. الشق العلاجي ده عندهم مهم جدا في المؤسسة، عندهم بناء جوامع مساجد أو إعادة بنائها أو ترميمها، عندهم مشروعات كتير ومتنوعة ومختلفة مؤسسة فذكر. فطبعا دي أرقام التواصل. وشيخ أحمد أنا برحب بيك طبعا مرة تانية. الله يحفظك يا رب. وأنا عاوز أبدأ بس أقول قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. تعرف يا أستاذ رائع كان يعلمونا زمان كده حاجة اسمها التأمين على العبادة. يعني أنا وأنا راح أصلي فيقولوا إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيقول الإنسان أحيانا ممكن يصلي فلا يكتب له إلا السدس، التلت، الربع، الخمس، النص. والنبي يقول ليس الإنسان من صلاته إلا ما عقل منها. يعني أحيانا بيصلي ويفكر في الزوجة والأولاد والحكاية والرواية وبتاع، فأنت خدت قد إيه من الصلاة؟ لو الصلاة من 100 خدت كام؟ 90، 80، هكذا. فبيقول لك أمن على عبادتك. طب انا وانا ماشي كده فلقيت محمد ماشي بقول له بقى تيجي يا محمد يلا نصلي، اخد نفس الثواب الكامل بتاع محمد من غير ايام ينقص من اجرهم شيء كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. يعني لو 100% لا انا اخد 100%. يبقى انا هاخد بقى الثواب بتاعي انا اللي هو ال 80 90 اللي اخدته انا بتاع انا ده، وهاخد ثواب محمد كامل من غير ايه؟ من غير نقص. خلاص كده. طيب وهكذا. انا واحد مثلا دللته على الخير، احيانا يجوز للانسان ان هو يبدا يعمل الصدقه جهرا. ليه؟ مش عشان يقول للناس انا بتصدق. هو ايوه احنا بنقول يجوز ان هو يعمل جهرا عشان يقول للناس انا بتصدق، ما يلا بينا نتصدق، مش من باب الرياء وانما من باب الايه؟ من باب الحث على الايه؟ على الصدقه. واخد بالك؟ الدل على الخير كفاعل. انا لقيت الناس كلها ما بتصدقش فاعمل ايه؟ فاقول والله انا اول واحد اهو يا جماعه اهو، بس مش من باب عشان يقولوا ده احمد عمل، امال من باب ايه؟ اللي انا احث الناس على فعل الايه؟ على فعل الخير. حصلت مع سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، قاعد كده في المسجد لقى ناس داخله كده هدوم مقطعه وبتاع ومش عارف ايه، فالنبي بص يمين وشمال ان حد يتحرك، ما تتحركوا، هو انا لازم اقول لكم اتفضلوا اعملوا الخير؟ فالنبي قاعد كده ان حد يعمل حاجه، ما حدش عمل حاجه. فطلع النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر حمد الله وأثنى عليه إلى آخره، وبعدين قال إيه؟ تصدق رجل. وبعدين الآية اللي قالها قال
النبي عليه الصلاة والسلام: يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. الناس كلها، ما هو في الآية قال إيه؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس. فإحنا كلنا أخوات، مش شرط بقى مسلم وغير مسلم. وبعدين قال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من بر، من صاع بره، من ساع شعيره، من صاع إلى آخره. فواحد سمع كده فعرف، بس الرواية بتقول لما طلع النبي طلع ووشه إيه؟ يعلوه الغضب، متضايق. متضايق النبي ليه بقى؟ متضايق النبي، متضايق النبي لأن الناس لم تتفاعل مع الحدث. هو أنت محتاج، واحد يقول لك أصل هو ما طلبش، هو أنت منتظر إن هو يطلب؟ طب ما أنا عندي آية بتقول فاستبقوا الخيرات، مش عندي دي؟ مش عندي بتقول وسارعوا؟ مش موجودة دي برضو؟ موجودة. مش في سابقوا؟ موجودة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما غضب كده وراح قال إيه؟ واحد بقى تصدق من ديناري ولا من درهمي ولا حتى من صاع بري، يعني تصدق بأي حاجة عندك، عندك فلوس تصدق من الفلوس. والله واحد زرع قمح وما عنديش، لا تصدق بقمح. واحد يقول لك والله انا عندي شويه بطاطس، تصدق ببطاطس. ده انا عندي شويه ذره، تصدق بذره. اعمل اي حاجه تصدق. فواحد سمع الكلام ده من النبي عليه الصلاه والسلام، خلاص بقى هو فهم الرساله من سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. وبعدين بادر فجري على بيته، اتسحب كده وراح رايح لبيته، وراح جايب مال كومه كده من مال. الرواية بتقول مال، الله أعلم بقى فلوس، الله أعلم أكل، الله أعلم كساء، المهم هو إيه؟ هو مال، وحطه قدام سيدنا النبي. فواحد شاف كده وقال طب إشمعنى ده؟ هو ده أفضل مني في، شوف بقى المنافسة راحة فين؟ الحسن البصري كان يقول من نافسك في دينك فإيه؟ فنافس. ودي منافسة في الدين ولا دنيا؟ ده في الدين. قال لك لما يجي نفسك في الدنيا قال فألقيها في نحر، صح؟ فهو أول ما شاف كده قال إشمعنى هو أحسن مني في إيه؟ فعلى طول راح جاري وراح جايب كمان والتاني، وتتابع الناس. النبي لقى قدامه قد ايه؟ مش شويه فلوس، الروايه بتقول كومتين من الفلوس والاموال، عارفه كومتين كبار كده. الروايه بتقول فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي بقى ايه؟ بقى كان الاول ايه؟ غضبان، دلوقتي سعيد. اسارير ال الفرحة والانبساط ده على إيه؟ على أسارير جبهته صلى الله عليه وآله وسلم. علامات الفرحة والانبساط موجودة على وش النبي وسعيد كده صلى الله عليه وسلم. وراح أول ما طلع راح قايل إيه؟ هو مين اللي بدأ؟ هو مين كان السبب؟ مش الناس بدأوا يعملوا إيه؟ عملية غيرة. ما هي الغيرة دي حلال بقى، هو بقى غيرة محمودة مش غيرة مذمومة. هو الراجل لما جاب الأولاني ده التاني غار منه، فالتالت غار منه. فرح طالع النبي عليه الصلاة والسلام قال من سن في الإسلام سنة حسنة. يبقى الأولاني ده عمل إيه؟ هو اللي سن سنة حسنة. عارف الأولاني ده خد إيه يا أستاذة دعاء؟ خد حسناته وخد حسنات كل المتصدقين كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فإحنا المفروض نعمل إيه؟ نبادر الخير. يعني دايما يقول لك إيه يا أخي؟ ده في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. إلا في عمل الإيه؟ إلا في عمل خير. فالعجلة في الخير فيها الخير. تعالى يا شيخ أحمد مع مشاهدينا نشوف كمان تقرير خير ومؤسسة فذكر ونرجع لكم. عندها 30 سنة ومن ساعة ما اتولدت وهي عندها ضمور في المخ ورقدة كده. أنا اللي بوكلها وأنا اللي بشربها وأنا اللي بلبسها الكرلس. معايا بنت اسمها مريم، دي عايزة تتجهز، ما معيش فلوس أجهزها. كل ما يجي لها عريس يمشي عشان هي يتيمة ومعهاش جهاز. وربنا يتولى. وأحسن كما أحسن الله إليك، مبدأ مهم في سورة القصص ربنا عز وجل بيأكده لنا علشان نتعلم إزاي نتعامل في الحياة. هل إحنا فعلا بنحسن زي ما ربنا عز وجل أحسن إلينا، خلقنا وصورنا في أحسن صورة؟ محتاجين كلنا نراجع المبدأ ده ونتعامل بمبدأ الإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ مشوار خير جديد تعالوا نبدأه النهاردة مع مؤسسة فذكر. الحقيقة
الحقيقة قبل ما نيجي سمعنا عن الحاجة أم إسلام وعن ظروفها وعن أحوالها يعني، ولكن أول ما دخلنا الحقيقة اتفاجئت بصعوبة الظروف دي وقسوتها وقد إيه هي في ابتلاء وفي محنة جديدة، لكن إن شاء الله هي قدها وقدود زي ما بنقول كده. ازيك يا أم إسلام؟ الله يسلمك. ازي حضرتك؟ الحمد لله حبيبي. كلمينا بقى كده عن أحوال حضرتك، عن إسلام وياسمين. والله النهار جوزي متوفى من 5 سنين وأنا عيالي تعبانة وبعالجهم ومعيش فلوس أعالجهم وحالتي صعبة. إسلام عنده إيه الأول؟ عنده السكر، عنده السكر بقاله جي 7 سنين ولا 8 سنين، على طول كل 3 أيام السكر يعلى عليه. احكي لنا عن ياسمين حالتها إيه؟ أنت بتقولي من ساعة ما اتولدت؟ هي من ساعة ما اتولدت عندها 30 سنة، ومن ساعة ما اتولدت وهي عندها ضمور في المخ ورق ده كده، أنا اللي بوكلها وأنا اللي بشربها وأنا اللي بلبسها الكدلس، ربنا اللي يعلم أنا بمر بظروف عاملة إيه. والحمد لله والحمد لله الحمد لله. معايا بنت اسمها مريم، دي عايزه تتجهز، ما معيش فلوس اجهزها، كل ما يجي لها عريس يمشي عشان هي يتيمه وما معهاش جهاز، عشان هي يتيمه وما معهاش جهاز. حاله يعني مش محتاجه وصف ومش محتاجه كلام، لكن محتاجة كل واحد يسأل نفسه سؤال، أنا مش عليا واجب تجاه حالة زي دي أو تجاه ناس زي دول. إن شاء الله أنا واثق إن ناس كتير مننا لما هتشوف ده أكيد هتتحرك. إحنا قمنا بواجبنا في مؤسسة فذكر، نقلنا لحضراتكم الصورة والباقي على حضراتكم إن شاء الله من بعد ربنا عز وجل. شفنا طبعا التقرير وشفنا الأم الصبرة، ربنا يكرمها ويقدرنا ان احنا نساعدها ونساعد ولادها ونساعدها في البيت بتاعها وجهاز بنتها اللي مش عارفة تجهز بنتها. من ضمن الأنشطة مؤسسة فذكر جهاز العرايس، وكل واحد يقدر يعمل حاجة يبعتها، يعني اللي يقدر يبعت فلوس، اللي يقدر يبعت أجهزة كهربائية، اللي عايز يتواصل مع الحالة مباشرة، اللي عايز يبعت لبس وجهاز للعروسة، يعني كل واحد يقدر يعمل حاجة يعملها، اللي عايز يبعت لهم اكل بطاطين. وده من باب الرحمه، يعني اللي يعمل كده فيرحم، يعني كل انسان يرحم الثاني يرحم اخاه. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، يعني كوني انا بساعد فدي من باب الرحمه. بل سيدنا النبي في حديث اخر يقول الجنه لا يدخلها الا رحيم. مش الرحيم اللي انا وطبطب واعمل ومش لا 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 لا، الرحمه دي اللي انا اشعر بالاخر، إلا لما أشوف واحد غيري محتاج أقدم له يد الخير والمساعدة، يد العون، والله في عون العبد ما كان العبد في عون إيه؟ أخي. ده النبي اللي قال الله في عونك يا أخي. في عونك يعني إيه؟ يعني وإنت بتتعلم الله في عونك، يعني وإنت في بيتك الله في عونك، عندك مصيبة الله في عونك، وإنت مريض الله في عونك، وإنت ماشي من بيتك الله في عونك، ربنا يبدأ يصونك ويحفظك. ليه؟ لأنك إنت كنت في عون مين؟ في عون غيرك. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والراحمون يرحمهم الرحمن. طب الكلام ده كان بيقوله النبي لمين؟ النبي ما كانش بيقول الكلام ده ويقعد قواعد صلى الله عليه وآله وسلم ويرسي أسس الأسس العدل والتعايش صلى الله عليه وسلم للصحابة بس. دايما أقول النبي ما زرعش شجرة الإسلام عشان هو قاعد هو والصحابة يأكلوا منها بس وخلاص، بل زرع النبي للأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام توجيهات نبوية صارمة للأولين والآخرين للأولين والآخرين. ما ينفعش اللي أنا أجي كده أقول أصل ده النبي، لا. طب ما هو لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أصل دول الصحابة، أصل ده أبو بكر وعمر. أما أنت عاوز تبقى يعني تقتدي بمن؟ ده الشاعر بيقول تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاحوا. تقول أنا قدوة النبي، هعمل زي النبي، هعمل زي سيدنا أبو بكر، هعمل زي سيدنا عثمان، هعمل زي سيدنا علي. امال هم دول دخلوا الجنه ازاي؟ ويجي واحد ويقول لك ايه والله بس ما هو جنه ربنا واسع بقى، هم رجال واحنا رجال وان شاء الله يعني ربك يا اخي بقى رحيم. ما هو ربنا رحيم، بس ربنا قال لنا ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون.
انت عاوز تسوي نفسك بعثمان؟ اه عاوز اسوي نفسي بعثمان واسوي نفسي بعمر واسوي نفسي بابي بكر رضي الله عنه. افعل كما فعله، اصنع كما صنع، قدم خيرا كما قدمه. طيب على بقى ذكر الخير، احنا هنشوف دلوقتي تقرير يعني القافلة الطبية، وانا نزلت بنفسي مع مؤسسة فذكر وشفت الاطفال وشفت المعاناة وشفت الكشف وشفت محتاجين عمليات ازاي، بجد هم محتاجيننا. تعالوا نشوف التقرير ونرجع نعلق عليه. مشاهدينا، عايزه اسالكم سؤال، اي حد ابنه بيعيا بيعمل ايه؟ اكيد بيوديه للدكتور. طيب لو في ناس ما عندهاش امكانيه ان هي تدفع كشف الدكتور تعمل ايه؟ هنا في القريه هم بيستنوا لما بيبقى فيه قافله طبيه عشان يقدروا ان هم ييجوا يعالجوا اولادهم، سواء يكشفوا او ياخدوا علاج او يعملوا لهم عمليات مجانا. احنا في قافله من قوافل طبيه لمؤسسه فذكر موجودين هنا، وفي كذا تخصص، طب اطفال، جراحه اطفال، صدريه، عيون، مخ واعصاب، كل الدكاترة دول موجودين للكشف بالمجان، وفي نفس الوقت إن شاء الله يعملوا للأطفال اللي محتاجين العمليات بالمجان تبع القافلة الطبية لمؤسسة فذكر. ربنا يكرمهم ويقدر كل حد يقدر إن هو يساعد في علاج الأطفال اللي فعلا محتاجين. موجودين النهاردة في محافظة المنوفية في قرية تبع مركز أشمون، احنا موجودين في المركز الطبي لمؤسسة فذكر، ومعانا دكتور أحمد الشامي. أهلا وسهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة، نورتينا. ربنا يكرمك. الله يسلمك. احنا طبعا من ساعة ما جينا شايفين أهالي وأطفال وكبار وصغيرين وحبايبي مرضى كتير، ربنا يشفيهم جميعا ويعافينا يا رب. فربنا يكرمكم بجد على المجهود، يعني انا بحب اجي واشوف بنفسي، فشايفه يعني بصراحه المجهود والناس الالافات الموجوده دي. بس عايزين نوضح بقى الصوره للمشاهدين ونشرح لهم ايه القافله الطبيه دي، عباره عن ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. والله دي قافله طبيه عاملاها مؤسسه فذكر، انا واحد من ضمن الفريق الطبي اللي موجودين النهارده. انا استاذ جراحه اطفال، عاملين مبادره علاج التشوهات الخلقيه بالمجان، كشف وعمليات. حضرتك زي ما حضرتك بتشوفي معانا الحالات، حالات كبيره، حالات معقده جدا، حالات كان المفروض تتاخد فيها قرار وهم لسه صغيرين، ما بين كانت الوحمه الدمويه، ما بين صمام خلفي للمثانه البوليه، ما بين ضيق في فتحه المخرج البول وارتجاع على الكليتين، حالات كتيره جدا للاسف معقده وكان يجب التدخل فيها بشكل مبكر. يعني عندنا بعض الزملاء حضرتك هتقابلهم النهارده موجودين، عندنا حمله او مبادره علاج الحالات الرمد، عيون. عندنا اساتذه عيون موجودين تحت في الدور اللي تحتينا وهيعملوا عمليات، وعندنا حالات الميه البيضاء، ايا كان عدد الحالات بتتعمل بالمجان كشف وعمليات. عندنا برضو زي هنا برضو الاطفال اللي احنا شفناهم بيكشفوا هيعملوا العمليات بالمجان. بالمجان بالظبط. وعندنا برضو جراحة مخ وأعصاب، عمود فقري، برضو كشف وعمليات بالمجان. وعندنا الأستاذ الصدر في الطب المنوفية موجود تحت شغال حالات برضو الكشوفات، ولو احتاج تدخل، لو محتاج أشعات معينة على الصدر، محتاج أشعات على القلب، الكلام ده برضو بيتم التعامل معهم بالمجان من خلال المؤسسة. ربنا يكرمكم بجد، احنا شفنا بنفسنا وشفنا الحالات قد ايه ومحتاجين فعلا يعني. واحنا عارفين ان المركز الطبي كمان، حابين برضو نقول للمشاهدين كل حد يقدر يساعد في حاجه زي كده، انه المركز هنا موجود بس للكشف، لكن ما فيهوش بقى عمليات. اهميتكم معانا بقى، احنا ده اللي احنا طالبينه من حضرتك، ان احنا بنجهز المكان كمركز طبي، غرفة عمليات كمستشفى. حضرتك محتاجين غرفة عمليات ضروري جدا. هنا الأماكن اللي فيها غرف عمليات أو المستشفيات، هنا أشمون جنبنا مستشفى جراحات اليوم الواحد مثلا حوالي 25 دقيقة إلى 30 دقيقة، نص ساعة ما بيننا وبين المستشفى ده على الطريق العام. أيوه. حضرتك بقى لو الطريق فيه مشاكل وده طبيعي، أو ما فيه مواصلات أو ما فيش مواصلات، فبتبقى
ساعات النص ساعة ده يفرق كتير جدا. طبعا طفل محتاج حضانة، ست لا قدر الله أزمة قلب، أزمة مخ وأعصاب، جلطة، الكلام ده محتاجين تدخل سريع جدا، سواء كان بالعلاج أو تدخل جراحي. فاحنا إن شاء الله هنا طالبين حضراتكم يا ريت تساعدونا إن احنا نعمل غرفة عمليات، نعمل حضانات المنطقة بالكامل، حوالي يمكن مش أقل من 15 قرية حوالينا ما عندناش حضانات. إن شاء الله المكان موجود والمكان واسع طبيا يشيل، نحن نعمل حضانات، غرفة عمليات مجهزة، غرفة رعاية للحالات الحرجة دي. فأهمتكم معانا إن شاء الله. إن شاء الله ربنا يكرمكم ويقدر كل الناس على عمل الخير وعمل يعني في مكانه زي هنا بصراحة. ربنا إن شاء يكرمكم. ربنا شكرا يا دكتور. ربنا يخليك تحت أمرك، شرفتينا. سبحان الله، يعني زي ما بيقولوا كده اللي شاف مش زي اللي ما شافش. انا بقى رحت وشفت بنفسي وشفت الحالات محتاجه قد ايه، وشفت الاهل بيعانوا ازاي، وشفت الاطفال ولو سبناهم دول خلاص مستقبلهم ضاع، دول محتاجين عمليات مهمه جدا. المواضيع صعبه جدا، مش قادره اقول لكم فوق ما انتم ممكن تتخيلوا. الاطفال دول محتاجين ايه؟ ده غير اللي محتاجين علاج، ده غير اللي محتاجين عمليات. مستنيين القافله دي بقى لهم قد ايه، وجايين من كل البلاد الارياف اللي حوالين البلد الريفيه اللي كنا فيها. يعني بجد هم محتاجين حاجات كتير جدا. مؤسسة فذكر بتساعد الأطفال والأهل دول والمرضى دول إن هم يتعالجوا وإن هم يعملوا عمليات. ده غير طبعا ده بالنسبة للقوافل الطبية، ده غير طبعا إن هم المستوصف ده محتاجين فيه لسه كتير مساعدات علشان يبقى كأنه مستوصف أو مستشفى صغير. هو يا بختي طبعا اللي هيساعد وهي يعني أو يدل على الخير أو هيدفع حتى لو حاجة بسيطة، لان القاعده عندنا اللي احنا دايما نقولها ونحياها فكانما احيا الناس ايه جميعا. لكن عندي وقفه هنا بسيطه. هو ليه يا استاذه دعاء النبي عليه الصلاه والسلام كما عند البخاري يقول حق المسلم على المسلم خمس، او النبي في روايه ثانيه يقول يجب باب الوجوب؟ فمن ضمن الحاجات الحقوق بقى حق المسلم على المسلم ايه يا رسول الله؟ من ضمنها عياده المريض. ليه عياده المريض؟ يعني مثلا عند النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي موسى كما عند مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول الطعيم الجائع وعود المرضى وفك العاني. اللي جعان طب وعود المرضى ليه؟ اشمعنى؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث آخر من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد من قبل السماء بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلة. أو يقول النبي عليه الصلاة والسلام إلا كان في خرفة الجنة. لا ليه كل ده؟ أو في حديث آخر كما عند أحمد في يوم سيدنا علي رضي الله عنه كان ماشي كده فخد واحد يعني ماشي وخد واحد معاه اسمه ثوير عن أبيه، فبقول سيدنا علي أبوه بقى خده سيدنا علي في إيده كده ودخل على سيدنا الحسن رضي الله عنهم جميعا يعوده، فلقى عنده مين؟ سيدنا أبو موسى الأشعري. فبقول له أنت جاي تعمل إيه؟ قال له والله جاي أشوفه بتاع أعوده يعني. قال له طب انا عاوز اقول لك حديث النبي عليه الصلاه والسلام اللي يعود انسان ده في الغدوه مثلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يرجع. طب لو بالليل؟ قال كذلك الامر صلى عليه 70,000 ملك حتى ايه؟ حتى يرجع. كل ده ليه؟ اصل انا لما اروح ازور المريض اشوفه محتاج ايه؟ تعبان من ايه؟ ناقصه دواء ولا مش ناقصه؟ ممكن اساعده في ايه؟ ولا فشوف النبي عليه الصلاه والسلام هو بيقول لك روح شوف، واول ما هتشوف كده هتلاقي نفسك تلقائي بتعمل ايه؟ بتساعد، تساعد هذا الانسان المريض. ربنا يشفي. فالمستشفى دي محتاجين للاهل الخير كلهم يعني يساعدوا في انقاذ المرضى، ودي يعني سبحان الله في قريه ريفيه، نسال الله ان يحفظ القائمين عليها يا رب. امين، ربنا يشفي كل مريض ويعافينا يا رب. ونطلع فاصل مشاهدينا، خليكم معانا. وصلنا معاكم مشاهدينا لفقرتنا الطبية، وهنتكلم النهاردة عن مشكلة من المشكلات الجلدية وهي الصمت الجلدي، مع ضيفنا اللي مشرفنا النهاردة دكتور ماهر محمود استشاري الأمراض الجلدية والتجميل والعلاج بالليزر. أهلا وسهلا بك يا دكتور. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا. عايزين بقى نعرف إيه هو الصمت الجلدي.
طيب هو الصمت ده عباره عن يمكن كل الناس جالها تقريبا يعني عبارة عن نتوء بيظهر فوق الجلد. ده ممكن يظهر في أي مكان. نتوء كده حاجة عالية عن الجلد ولونها وتبقى ساعات محببة شوية من فوق. ده ممكن يجي في الإيدين، ممكن يجي في الرجلين، ممكن يجي في الوش، في أي مكان في الجلد. هو يمكن أشهره اللي هو بيجي بين صوابع الإيد ساعات. صح؟ طبعا بيجي بين صوابع الإيد، ده مشهور جدا. بس اللي دايما بيعمل قلق عند الناس هو الصمت التناسلي. الصمت التناسلي ده اللي بيجي في المنطقة التناسلية دي مثلا في الإيد. ده شكل الصمت في الإيد، بتبقى عالية عن الجلد شوية وبتبقى محببة شوية. بتبقى شبه الأرنبيطة كده من فوق، بتبقى مميزة قوي الحتة دي. وطبعا الحاجات دي سهلة قوي، ما فيش منها مشاكل. مشكلتها انها معدية. معدية؟ ده معدي. ده معدي لأنه بتنقل بالتلامس. مجرد تلامس لشخص يبقى عنده مناعة قليلة شوية يتنقل له بسهولة. طبعا دول بنشيلهم بسرعة، سواء بمواد كيميائية كده معينة ممكن نستعملها بيها. في ساعات كده نوع من البلاستر في الصيدلية بنحطه عليها، بيبقى فيه حاجة شبه الأسبرين كده بنحطه بشكل مباشر عليها مجرد كل يومين. أو مادة تانية، مادة بتبقى حريقة شوية بتحط عليها يوم بعد يوم. أو نشيله بالحاجة اسمها الكي التبريد بالنيتروجين، او بنشيله بالكي الكهرباء، بتبقى حاجه كده بتسخن وبتحط على المكان. او دلوقتي العلاج بالليزر. الليزر طبعا بيشيله وبيحاول ما بيسيبلوش ايه أصل. ما بيسيبلوش اثر كويس. وكل الحاجات دي سهله ونحاول ما نسيبهاش، لان احنا اتفقنا وجودها معدي. معدي للشخص، معدي لاولاده، معدي لنفسه تجيله في مكان تاني. اللي انا عايز بقى يعني احط يعني سبوت لايت عليه اكتر النهارده، اللي هو الصمت التناسلي. صمت التناسلي ده منتشر جدا، لدرجه ان تقريبا في احصائيه بتقول ان في 12% من مرضى كل عياده جلديه بيكون عندهم صمت تناسلي. يعني هو كتير. هو اي نعم الناس ما بتقولش تمام، حدد بقى الخجل والحته دي شويه، ولكن هو كتير. وده في تقريبا الصمت عامه المتسبب بيه فيروس اسمه اتش بي في، اسمه بسموه هيومن بابيلوما فيروس، فيروس الورم الحليمي. ساعة ما حد بيدخل على جوجل ويشوف كلمة الورم دي بيقلق جدا جدا طبعًا جدا طبعًا. في 40 نوع من هذا الفيروس بتسبب موضوع الصمت التناسلي. احنا بنقسمه لحاجتين، يا اما برضه دي شكلها اللي موجودة في الرجلين، دي موجودة في رمش العين بيسموه فيليفورم، بيبقى كده متشعب بالشكل ده. وده سهل برضه يعني ان احنا نشيله بسهولة جدا بأدوية او ليزر او كله برضه او نفس ليزر او كي زي ما اتفقنا. ده بسموه الصمت المسطح. بيبقى مش عالي عن الجلد ولكنه واخد زي بوتش كده جنب بعضه، هي عاليه سنه صغنونه بس مش عاليه قوي. الصمت المسطح ده برضو دخلنا فيه دواء جديد كده معين بنستعمله بيساعد فيه. ده شكله لما سابه شويه في صوابعه، طبعا انا عارف ان الشكل ممكن يضايق الناس كتير. ده في الرجلين ظاهر وبدا ينتشر عنده. اكيد الحاجات دي بتعمل الام. طبعا دي وصلت مرحله الام دلوقتي طبعا. لان هو لما بيدوس عليها وبتاع فبيضغط فبتعمل له التهاب في العصب نفسه شويه. فبتعمل له نوع من الالام. ده الصمت المسطح تاني زي ما شفناه من شويه. لو رجعنا لموضوع الصمت التناسلي بنقسمه لحاجه بسموها لو ريسك وحاجه اسمها هاي ريسك. بنقسمه على حسب تحوره. لو ريسك ان هو مجرد صمت ويادوب خلاص مش ايه هيعمل، بس اللي هو الايه البروز اللي في الجلد. الهاي ريسك اللي هو ممكن يتحور الى كانسر، الى ورم لا قدر الله. تمام. الفيروسات من طبيعتها انها بتتحول، زي مثلا كورونا كده يبقى فيروس وكده يتحول لفيروس تاني. أيوة. نفس الكلام فيروس الورم الحليمي ممكن يبقى فيروس عادي جدا وبعد شويه يتحول لفيروس تاني يسبب لا قدر الله كانسر. يا للدرجات دي. الدرجات دي. السبب التاني للوفاه في امريكا. تمام. الاورام اللي هي في عنق الرحم اللي بيسببها فيروس الورم الحليمي. لان هو منتشر جدا 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 في الاماكن دي. التصرف ازاي؟ ان احنا لازم نشيله بسرعه. نشيله بكل الطرق اللي قلناها من شويه، سواء كان كي تبريد او كي كهرباء او ليزر. طب ماشي، هو في الاماكن اللي هي بتاعت الجلد، الايد، الرجل، نفس المكان في الاماكن التناسليه، نفس المكان بنشال بنفس الطريقه بتبقى باينه. انا قصدي يعني في الاماكن التناسليه هيكتشفوها ازاي؟ هي المريضه او المريض بيشوف على نفسه في نتوء او بروز عن الجلد، حته عاليه عن الجلد ساعات طبعا حته وبتبقى محببه من فوق شبه الارنبيطه كده. ساعات بيبقى معاها نوع من الحكه، حكه بسيطه بس مش كله معاها حكه. ساعات بعد العلاقه مثلا يحصل نزيف او حاجه زي شويه بليدنج بساط.
مهم جدا ان اي حد يقلق يرجع للدكتور عشان هو بقى الدكتور يعني بي ايه بيشخص المساله هو دي. معدي هو معدي. في حته معدي دي برضو عايزين نتكلم في نقطه مهمه قوي، ان هو مش لازم يحصل في تلامس جنسي. لان للاسف الشديد انا بيجي ناس في العياده واحد لقى عند مراته حاجه زي كده فجاء عشان يطلقها، خلاص هو قرأ في جوجل ان هو بسبب التلامس الجنسي، لان طبعا دايما المعلومات بتجي لنا مترجمه من بره وهم طب. عندهم اكتر حاجه الحاجات دي منتشره قوي هناك. طب احنا عندنا السبب الرئيسي في مصر اللي هو عدم النظافه. واحده مثلا تدخل التويلت كانت اللي قبليها عندها نفس الفيروس فاتنقل لها، واحده تانية دخلت تقيس بنطلون في محل ودايما المحلات بتعمل ايه، بتخصص بنطلون او اتنين او تلاته دول يتقاسم وتبقى يتباع بالظبط. فاللي كانت قبليها برضو كان عندها صنت وهي دخلت لبسته بعديها فاتنقل لها لاسباب كتير. حتى بعض وسائل العدوى دلوقتي جلسات الليزر في المنطقه الحساسه دي، ازاله الشعر وما شابه، وخاصه بالاجهزه اللي بتلمس الجلد. فرجاء اللي هتعمل ازاله شعر تحاول في المنطقه دي تعمله بجهاز ما بيلمس الجلد، في اجهزه ما بتلمس الجلد. فرجاء المنطقه دي مهمه جدا جدا جدا، ومحد كل واحد يكون حريص على نفسه، ما حدش بقى يثق يقول لي في تعقيم ما فيش تعقيم، لا خلينا في حته صح. ان الجهاز نفسه ما بيلمس الجلد ده مهم قوي. طيب يبقى احنا قلنا دلوقتي واكدنا المعلومه مهمه ان هو مش لازم يكون تلامس جنسي، اللي يظهر عند مراته او يظهر عند جوزها او يظهر عند بنته او كلام من ده يا جماعه مش لازم يبقى تلامس جنسي عشان ما نقلقش. امال نعمل ايه؟ بسرعه جدا نبدا نعالج بالطرق اللي احنا قلنا عليها من شويه. في ادويه بنديها عشان نقلل فرص الرجوع، لان فرص رجوعه بعد ما نشيله من 10 الى 20% العين يشيله وبعد شويه ممكن يرجع له تاني. في ادويه بنديها بتحفز المناعه، في ادويه بنديها عشان يقلل قدره الفيروس ده ان هو يعمل موضوع النمو في الجلد ده، تمام. في مصل بنجيبه من مستشفى الدبلداش وبنقول له عامل حياته من مكان الفلاني وبنديه له مره كل اسبوعين لمده 4 أو 6 مرات، برضه نتائجه ممتازه جدا. الجديد ان في مصل بيعمل نوع من الوقايه من هذا الفيروس، يعني في 90 دوله في العالم تقريبا في مصل اسمه جاردزيل، ده بيتاخد بشكل اجباري لكل البنات اللي سنهم بيزيد عن 12 سنه. ليه البنات؟ هو بيعتبر طبعا ان التلامس الجنسي كتير، فبيعتبر ان لو مش موجود عند البنات مش هيتنقل لغيرهم يعني. تمام؟ لكن لو وصل ان هو يعمل تطعيم للعالم كله هيعمل، مش مشكله، هو بس التكلفه بس مش اكتر. المصل ده انا بنصح برضو اللي عنده بنات يبدا يديه لهم، مهم جدا 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 علشان وسائل العدوى المنتشره كتير جدا. حتى المريضه اللي جت لها ممكن تاخد نفس برضو المصل، لان اللي بيجي لها الفيروس مره ما فيش حاجه اسمها حمايه، يعني مش جالها مره ما يجيلهاش تاني، يرجع لها تاني، ممكن يرجع تاني لو تعرضت نفس الايه لنفس العدوى تاني. فالمهم ان احنا نبدا نعالجه بسرعه جدا. يعني النظافه، ما حدش يلبس حاجات حد بالظبط، الحاجات دي مهمه، ما ندخلش تويلت بره كتير. الحاجات دي مهمه قوي، نختار الاماكن اللي احنا فيها بنعمل فيها جلساتنا، بنعمل فيها الحاجات دي مهمه قوي قوي، حته ان ما حدش يستعمل ادوات حد دي. طيب احنا قلنا ان طريقه العلاج هي سواء في المناطق التناسليه او في الجلد عموما. بالظبط بالظبط، اللي هي الكي بالتبريد، اللي هي الكي بالتبريد او الكي بالكهرباء او الليزر، تمام، او في مواد كيميائيه ساعات بنستعملها، بس هو الليزر بصراحه نتائجه احسن، في اثاره الجانبيه اقل وما بيسيبش علامات مكانه، بالاضافه بقى للادويه اللي قلناها من شويه، الادويه اللي بتحفز المناعه، الامصال اللي بتزود المناعه بشكل عام، المصل اللي هو مضاد لهذا الفيروس برضه بشكل عام، ده نحاول معظم الناس تاخده، هيبقى الموضوع مهم قوي. ومن ضمن الاسباب برضه ضعف المناعه او عند الانسان او الحاله النفسيه، مهم جدا، هي دايما قلنا الحاله النفسيه بتقلل المناعه، ففرص ان هو يتنقل بطريقه برضه بيكون كتير. كل الناس اللي عندهم مشاكل في ضعف المناعه لازم يحافظوا على نفسهم كويس جدا من التلامس مع اماكن او اشخاص اخرين، يكون فرصه لنقل هذا الفيروس.
احنا عايزين يعني نقول لكل الناس ان اي حد يجي له اي زوائد جلديه لازم يروح للدكتور ما يستهترش. بالظبط. لانه ادينا شفنا هو ممكن يعني يعدي وممكن يزيد ويتحور بعد كده الفيروس بيبقى له بيبقى شكله بيبقى ممكن يؤدي لكانسر لا قدر الله. دي طبعا حاجه ما كناش يمكن عارفينها قبل كده. ما حدش يتخيل ان صنطه مثلا تتحول بعد كده لكانسر. للاسف الشديد، وبقول لك ده سبب رئيسي جدا في اورام عنق الرحم في امريكا طبعا، واكيد عندنا بس احنا الاحصائيات عندنا مش ايه مش بالدقه بتاعتهم هناك. الفيروس ده هل يمكن على اساس انه بره مثلا في العلاقات الجنسيه اللي هي منتشره جدا جدا جدا، وكل الكلام اللي بتقراوه على جوجل ده اصلا بينطبق عليهم هم يعني. هو هناك هيقول لك السبب العلاقات الجنسيه، وطبعا ده لان كلهم عندهم الحريه والحاجات دي كتير قوي. احنا السبب الرئيسي عندنا مش كده خالص، السبب الرئيسي عندنا اللي هو عدم النظافه او استخدام ادوات الغير او انها تقيس حاجه او تدخل تولد بعد واحده او جلسات الليزر برضو في الاماكن اللي هي ما بتحافظش على التعقيم او ما شابه. عايز بس اقول ان الفيروس ده كمان ما بيقعدش طول عمره في الجسم. الفيروس ده بيقعد تقريبا متوسط سنتين في الجسم. سنتين ويبدا برضو. وبدا يقل كتير. فعلا بس المعلومه مهمه لان في بعض الناس متخيله ان هو بيعيش معاه زي ابن واحد يقول لك انا مش عايز اتجوز انا خايف انقله انا مش وهكذا يعني. هو بيقعد تقريبا متوسط سنتين، وفي تحليل بيتعمل بتاكد بيه الفيروس اللي عندي ده هل هو من نوع الخطر اللي بيجيب كانسر لا قدر الله او لا. التحليل ده اسمه بي سي ار، وبتعمل عادي جدا في اي ايه بي سي ار اتش بي في، وبتعمل وبيجيب وبنتاكد منه النوع الموجود دلوقتي هو خطر ولا مش خطر. ونشيله بسرعه رجاء ان احنا نشيله بسرعه، لان فرص تحوره بتزيد عند الناس اللي بيسيبوه ما بيشيلوش. سبحان الله. طب هنا الصوره دي برضو احنا شفناها. ده عندها صنطه كده في منطقه الرمش، هي هتاخد شكل بنج بسيطه قوي في المنطقه دي، وبتتشال بليزر بمنتهى الدقه ومفيش منها اي مشاكل خالص، وسهله وما ينفعش تسيبها. لو سبتها ممكن تزيد عن كده او تكون مصدر للعدوى الشخص نفسه في اماكن اخرى طبعا، او ان هو يعدي غيره. طب هي مثلا في اهو في الجفن حاجات تانية صغيره، هي دي برضو كلها ما هي سابتها فعملت لها بالشكل ده كده اصلا. قعدت تعدي المنطقه كلها. بتعدي المنطقه كلها. فيروس موجود في الجسم. هو بينتقل بيحتل، هذا الفيروس بيحتل الطبقه السطحيه وبيشغل حسابه بالشكل ده. ولكن هذا النوع اللي قدامنا ده مش خطير خالص وما يخوفش خالص. لكن الزوائد الجلديه هي في زوائد جلديه بقى بتيجي مع السن في الرقبه وكده، في زوائد جلديه دي بتبقى موروثه، اللي بتبقى لها زي نك كده او لها زي رقبه كده معينه. وبتبقى واخده لون الجلد في الغالب، دي بتبقى موروثه وبتبقى دليل ان ممكن تبقى الدهون زياده في الجسم. وفي الغالب بتكون موروثه يعني. مثلا المريض بيقول لي انا والدي او والدتي كان عندهم، وفي الحاله والحاله تقريبا مرتبطه بحاله ثانيه بسموها مقاومه الانسولين. فدول اصلا حاله يعني حاله عاديه جدا وغير معديه. يعني موضوع الزوائد الجلديه العاديه دي غير معديه، واحنا بنقول للعيان انت لو مش عاجباك نشيلها، عاجباك خلاص مفيش منها اي خطوره اصلا يعني. وهي تتشال ازاي بقى؟ برضو بالليزر؟ بالليزر. هو خلاص بقى بنجيب من الاخر بقى الليزر، ما سيبش علامات ونتائجه ممتازه وما تطلعش تاني. اللي بنشيلها ما بترجعش تاني، ولكن لو عنده مقاومه انسولين او لو عنده دهون زياده هتطلع تاني. فاحنا بنقول له برضو اعمل لي حاجه اسمها ليبيد بروفايل عشان نبدا يعالج موضوع الدهون يعني. طيب عايزين نشوف يا دكتور المشاهدين اللي عايزين يوصلوا لك يوصلوا لك ازاي. هو انا عيادتي موجوده في التجمع الخامس في شارع التسعين، ودي صوره الصفحه بتاعتي. طبعا دي صوره صفحه دكتور ماهر محمود على الفيسبوك، اللي عايز يتواصل معاه على السوشيال ميديا ارقام التليفون موجوده على الشاشه، والعياده في التجمع الخامس. كلمه اخيره في نهايه الحلقه يا دكتور. كلمة مهمة جدا في هذا الموضوع، مش كل حد عنده صنت يبقى له علاقات جنسية. لأن تحصل مشاكل جدا بسبب الموضوع ده. الصنت بينتقل عن طريق أدوات أو عن طريق أماكن أو عن طريق تلامس مع مكان كان مصاب، أو الفيروس ده بيقعد شوية على السطح بعد ما بيطلع حي شوية. نعالجه بسرعة جدا، ناخد المصل بتاعنا. لو في حد عنده بنات أنا بنصح إن هو ياخد المصل اللي هو جلدزيل ده، موجود في هيئة المصل واللقاح، ونتائج ممتازة جدا جدا. بشكرك جدا يا دكتور في نهاية الحلقة، ربنا يكرمك. شكرا لحضرتك. بشكركم مشاهدينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.